أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. تداول ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقطعا لمسرحية أقيمت خلال مهرجان نظمته منظمة حلم التابعة لزوجة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وذلك في شباط الماضي. اعتبر العراقيون الذين تداولوا هذا المقطع بأن ما تم تمثيله خلال هذه المسرحية هو إساءة للمرأة العراقية ولحجابها التقليدي، وعدوا ذلك استهتارا بكل القيم. وعلق الكثير ممن تابع هذا المقطع وانتقدوا الإساءة والتي وصفوها بأنها إساءة لكل المجتمع العراقي وبالأخص للمجتمع الأنباري، حيث يعرف في هذه المناطق لبس العباءة وما يعرف بالشرغد لدى النساء منذ زمن بعيد. دعونا نتابع هذا المقطع المتداول من قبل عراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. يا ولد الأفضل عيدين شوفوا بيد منظمة حلم دولة. يا ولد يمنا واحد ما تشوفين؟ روحي ولي. أم عباس. أقلك. أريدك أكو ناس تصلخيهم بعين. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول هذا المقطع ونقرأ بعض التعليقات والتغريدات. إسماعيل يقول: هذا هو المحتوى الهابط بعينه، وهذا هو الاستهتار بقيم المجتمع. أما ندى فقالت: هسا هذا التشويه شنو؟ مسرحية لو مهرجان؟ هذا بأي مكان في الأنبار تتساءل شنو هالسخافة، وهذول أشبه الرجال قاعدين يضحكون على الإساءة لأخواتهم وأمهاتهم. درة حيدر تقول: وليش اختاروا اسم أم عباس؟ تقول: عمل هابط، المحتوى ما بي أي معنى أو هدف، أتعجب على الناس الحاضرين على شنو يضحكون على سخام الوجه. أما ريتاج فقالت: شنو هذا المهرجان لو شنو؟ شنو هذا مهرجان لو شنو؟ وليش التسلط وفرض الآراء على كل شيء تقليدي؟ نعم. طبعا نذهب إلى موضوع آخر، حيث تستمر الاعتقالات التي تطال الناشطين بدعاوى كيدية، وقد أصبحت تلاحق كل من يحاول كشف ملفات الفساد من إعلاميين وصحفيين وناشطين عراقيين. الناشط أبو زين العابدي له مقاطع عديدة تكشف ملفات فساد سواء في محافظته النجف أو في المدن الأخرى. وبعد نشره لمقطع ينتقد الفساد في إكساء وتبليط الشوارع في ناحية الحرية في النجف، أقدمت قوة على اعتقاله بدعوتين. الأولى وهي تخص مشاريع التبليط في ناحية الحرية، والذي انتقد بفيديو فيه فساد المشروع. دعونا نتابع هذا الفيديو للناشط أبو زين العابدين الذي تم اعتقاله اليوم. الحرية تذكرون شون تشلعة بدينا مثل الشكر لما بالضبط الشكر لما سووا السادة النواب، تدخلوا المسؤولين في محافظة النجف من الفيصل بين كلام المصداقية والمقاول، الفحوصات مراكز الفحوصات بعد أيام من مراكز الفحوصات طلعت ناجحة. شوفوا هذا مركز الفحوصات، هاي وحدة، اثنين هاي استشهدوا بيها أعمار ناحية الحرية، بلدية ناحية الحرية، المقاول في صفحته الشخصية قال هذا ابتزاز، هذا تسقيط متحمد، هذا عنده عداوة شخصية، ومدير ناحية الحرية أيضا نزل هاي الأوراق. هاي يأكد بأن الفحوصات المختبرية لتبليط ناحية الحرية اللي أشلع بصابيعي هاي البسيطات خوش ب 15 مليار ينشلعن ببساطة،
راح اراويكم هذا احد الشوارع تابعه لهذا المختبر اللي اختبروا به يقولون جيد جدا وممتاز وماكو من عنده. تعال شوف شوف الشارع شوف هذا صار له 15 يوم فقط شوف 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 الحصر شوف الخرابة هذا صار 15 يوم هذا الفيصل مو هذا الفيصل السادة المسؤولين الإعمار السيد مدير الناحية الفيصل كما يشاهد العراقي المواطن من محافظة النجف شوفوا شوفوا الكارثة شنو زلزال الدعوة الثانية كانت بسبب كشفه لملف فساد في منح هور ابن نجم في محافظة النجف لمستثمر وإليكم المقطع الذي نشر قبل نحو سنة من الآن فلنتابع هور ابن نجم طبعا والله العظيم ملينا من الحكي ملينا من المناشدات تعبنا وتمرضنا وانهجمت بيوتنا غير التهديد والوعيد والمحاكم وغيرها هذا الهور معيش أكثر من 50,000 عائلة اليوم صبحنا الصبح بشهر رمضان المبارك الناس تتظاهر تعال يا ابو زين تعال الحقنا شك ابويا والله اعطوا استثمار اعطوا 30 الحكومه 40,000 دونم هديه للمستثمر واعطوا 50 مليار عراقي صارفين من 50 الى 60 مليار عراقي من 2010 لحد الان مضخات اسبانيه وهذا الحجر والتبليط من 30 الى 40,000 دونم على مود المستثمر الكريم اكيد المستثمر الجديد اكيد احد اقتصاديات الاحزاب منو يقدر ياخذ 30,000 على 40,000 متظاهرو النجف اتجهوا الى مركز الشرطه هناك و الذي تم إيقاف الناشط أبو زين العابدين فيه حتى تم إطلاق سراحه وقد عبروا عن تضامنهم مع من طالب بحقوقهم وكشف الفاسدين في ناحيتهم ومحافظتهم فلنتابع هذه الصور مع مسلسل اعتقال الناشطين والصحفيين العراقيين قضية أخرى وهي غير بعيدة ومع ناشط آخر حيث تم إصدار أمر اعتقال دون تبليغ بحق الناشط يعقوب الفتلاوي والتهمة كانت بسبب متابعته للمشاريع التي تشوبها عمليات فساد مالي في محافظة النجف فلنتابع اليوم أنا بدون تبليغ هاي الدوريات مفرزه والمختار بدون تبليغ يريدون يتمون على الامر القاء القبض وانا مجرد طالبت بحقوق اهل النجف مركز ميسان فاتمنى من كل المتظاهرين توجهون لمركز ميسان انا ما مسوي شيء انا مجرد دعيت بحقوق اهل النجف يا مسؤولين يا محافظين هذا اللي عندنا احنا ناس فقراء فاحنا ما عندنا شيء انا بدون تبليغ واجوا وشفتوا لهنا ودقوا الباب وانا ما مطين انذار. ومن تفاعل الجمهور العراقي حول هذه القضيه قضيه اعتقال الناشطين العراقيين الذين يكشفون ملفات الفساد نقرا بعض التعليقات علي الحدراوي يقول لان ما مسنود ويطالب بحقوق الشعب الفقير واللي ضايع حقه حال بينا اللي جاي يصير يقول علي. أما علي كرار فيقول يجب أن تكون هناك وقفة في دعم هذا الشاب المخلص وعلى الغيارة أن تقف وتتضامن معه فاضل كسر يقول أين حرية الرأي لأنه انتقد الوضع وكشف الفساد أما سيد منير الخياط فيقول بلد العجائب العراق المفروض من محافظ النجف ومدير الشرطة أن يوفروا لك الحماية
لأنك قاعد تفضح الفاسدين، طلعت كلها حرامية وفاسدين ويا من تحكي. يقول كلها طلعت حرامية وفاسدين ويا من تحكي. معنا اتصال أبو علي من واسط. سياسة تكميم الأفواه واعتقال الناشطين والصحفيين والإعلاميين الذين يكشفون ملفات فساد ويطالبون ب يعني الحقوق، برأيك لماذا يتم اعتقال هؤلاء بينما يسرح ويمرح الفاسدون في العراق؟ السلام عليكم سيدي الكريم. أهلا وسهلا، تحية لكم. سيدي الكريم، طبعا أكيد مدام الحكومة فاسدة ومتصلة بالفساد وقائمة على الفساد، أكيد تحارب اللي يكشف الفساد، تحارب اللي ينشر معاناة المواطن. يعني الأخ يعني زين العابدين قدم أشياء، يعني هو المفروض الدولة كدولة حقيقية أنها تشكر المواطن اللي يبلغ. يعني الآن في الدول الباقية يخلون رقم مجاني. يعني قبل أيام تحدث رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني وبحضور العديد من وسائل الإعلام، قال بأنه وسائل الإعلام في العراق توصل لنا صورة أسرع من التقارير الحكومية. يعني هو يمدح هذا الشيء، ولكن على الأرض هناك اعتقالات بحق الناشطين والإعلاميين والصحفيين. لا سيدي كيف، هو أساسا توصل لهم ما اللي يردون يسمعون. وسائل الإعلام الموجودة توصلهم بالعكس، أنه المواطن أفضل من وسيلة إعلام، أفضل من تلفزيون، تقرير ويعاد ويدبلج ومراسل ويطلع ويسأل، بينما أشخاص موجودين هم يوثقون، وكل شخص يوثق بمنطقته. لكن الأفضل يعني اللحظة الآن، أفضل ما فعل أهالي منطقة النجف من توجهوا إلى المركز الشرطة وأطلقوا سراح زين العابدين إجبارا، يعني مو طيبا من عندهم العفو، ولكن إجبارا لهم، إجبارا عليهم أنه لازم يطلع، وطلع والحمد لله. وهذا المفروض يفعل مع كل شخص شريف ينشر كل الفساد الموجود بالدولة. قلت لك انه اكو دول تخصص ارقام مجانية من اجل انه المواطن يشتكي. اليوم احنا لا، احنا المواطن اللي يشتكي، المواطن اللي يظهر الحقيقة، لان دولة قائمة على الفساد، المحافظ اجى بالفساد، القائم مقام اجى بالفساد، الوزير اجى بالفساد، رئيس الوزراء اجى بالفساد، لذلك هم يحاربون. تلاقيهم تكميم افواه ويقولون احنا عندنا حرية. يجي رئيس الوزراء يلتقي بمجموعة من الصحفيين اللي هم يريدهم. ما تشوف لو تلاحظ سيدي الكريم، ما يلتقون مع صحفيين القنوات المعارضه لهم، لكن يلتقون مع صحفيين ومذيعين القنوات اللي هم يريدونهم، اللي يريدون يسالون الاسئله اللي هم يريدون يجاوبون عليها. بينما اليوم ماكو، يعني ماكو حريه بالعراق. وين الحريه؟ الحريه اني القى قبض على شخص نشر محتوى جيد حتى ينبه الدوله بالبول، ولا اليوم اللي صار بما يسمى بالحلم، مشروع الحلم اللي محتوى هابط حشاكم، اللي يتجاوز على نساء العراق ويتجاوز على المحجبات ويتجاوز على الحجاب، هو هذا الميزان اللي الدولة اليوم تقوم يعني تقوم به. للأسف احنا دولة فاسدة قائمة على فساد، مبنية على الفساد. اليوم الدولة اللي يهز أركانها هو كلمة الحق الموجود اللي عند المواطن. يعني اليوم المواطن هذا الموجود اللي ينشر السرقة، يعني يقول لك تبيط أشيله بأضافي، إذا تبيط يشير بالأصبع، بعد شنو من دولة هذه؟ اللي يجيني مستثمر، وين الاستثمار بالعراق؟ أنا أول مرة أشوف بالعراق استثمار الدولة تنطى فلوس. الاستثمار الحقيقي أنه المستثمر يجيب فلوس يدي ويستثمرها بالعراق، بس إحنا لا، إحنا يجي المستثمر بشركة رأس مالها $1,000 وننطيه $20 مليار تعال اشتغل عندنا. هذا مو استثمار، هذا سرقة الدولة. سرقة الدولة هذه اليوم. أنا أعتذر لإطالة أستاذ محمد، لكن إن شاء الله العراق بخير ما دام هذول طلعوا زين العابدين من مركز الشرطة. إن شاء الله العراق بخير، موجود بأحسن إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أبو علي من واسط، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة وملفات أخرى سوف نناقشها معكم، ولكن بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها
مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندريها صار لهم 4 سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. مع حلول الصيف تطل الحرائق برأسها على مزارع العراق لتجتاح مساحات واسعة منها، فتأكل آلاف الدونمات وتلقى اللائمة عادة على أيد مرتبطة بأجندات خارجية لتحقيق مصالح اقتصادية تسعى لإبقاء العراق سوقا رائجة للسلع الأجنبية، سواء كان الأمر يتعلق بالقمح أو الشعير أو البضائع الأخرى. ويعد عام 2020 أحد أكثر الأعوام فتكاً بمحاصيل القمح والشعير، فضربت فيها الحرائق 16 محافظة، وبلغت الحرائق 164 حادثاً خلال الفترة من 21 من أبريل نيسان وحتى 22 من مايو أيار من 2020، وذلك وفقاً لبيانات رسمية. وشملت احتراق نحو 100 و2000 دونم من المحاصيل الزراعية. وقد تداول العراقيون مقطعا اليوم لاحتراق محاصيل أو لاحتراق مساحة واسعة من محصول الحنطة، وذلك في ناحية العباسية في محافظة النجف. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة. حريق آخر التهم محصول الحنطة قبل حصاده في قرية البعيسة في قضاء الدور بمحافظة صلاح الدين، في مشهد يعيد لنا صور الحرائق التي تتكرر كل عام. دعونا نتابع هذه الصور التي تداولها العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي محافظة المثنى جنوبا تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق نشب في محاصيل الحنطة وإخماده قبل امتداده لباقي المحاصيل، إلا أن مساحة واسعة قد تضررت جراء هذا الحريق. فلنتابع. ومن جنوب العراق أيضا وفي محافظة ميسان، وبجهود ذاتية استطاع فلاحون ومواطنون ممن ساندوهم من السيطرة على حريق كبير اندلع في محاصيل الحنطة. دعونا نتابع هذه الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي. لماذا عبر العراقيون حول الحرائق المتكررة سنويا والتي تلتهم الكثير من مزارع الحنطة والشعير؟ دعونا نتابع بعض هذه التعليقات على فيسبوك مع تكرار هذه الحرائق. حسن هادي أركابي يقول: شغلة أحزاب على مود يستوردون من الخارجين، إحنا شعب يطرب على الغريب. أبو الحسن القيسي يقول: يعني هاي الأفلام ما تخلص، يومية فيلم جديد على الشعب، وين الدولة؟ وين الأمين؟ وين القانون؟ وين الحكومة؟ شنو ذنب المواطن يزرع ويتعب وبعدين هاي النتيجة؟ يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عبد الله يقول: مساكين ينتظرون المحصول بفارغ الصبر وتالي يروح، يقول الله يعوض عليهم. أبو عرب الدليمي يقول: كل سنة هذا المسلسل وفي نفس الوقت وقت الحصاد، ليش؟ يتساءل، يمكن السبب معروف. معنا اتصال أبو عمر من الناصرية، ورحب بك معنا أبو عمر. برأيك لماذا يتكرر مسلسل حرق المحاصيل الحنطة والشعير قبل حصاده في العراق؟ مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك. حياتك يا أبو عمر، تشرين من الناصرية. يا حبيبي حياك الله، الله يسلمك ويخليك، الله يحفظك. هاي طبعا كل سنة تصير هاي الشغلة الحرق. شنو السبب؟ كل موسم يحرقون يعني دول مات من الحنطة. هاي كل موسم، حتى احترقت بالنجف واحترقت بالرمادي واحترقت الميسان. أنا أقولهم طبعا هاي يد الجماعة دائما هاي، حتى إيران استفاد. هاي إيران استفاد من هاي الشغلة، زين ذولا مدعومين من قبل إيران، زين هي هاي حكومة فاسدة، الحكومة الإيرانية هاي ما تخلص، هاي القضية ما تخلص، يعني ما تخلص وياهم، زين ويظلون على هالمنوال هذا ويحرقون ويسوون شنو حنطة شنو هاي. هم حطموا بلاد برمته عم عمر. يعني الشعب ما جاي يشوف الشعب، احنا حشين نايمين جاي الشعب العراقي. عمي سوى عليهم ثورة، دولة فاسدين، دولة ناس، يعني ناس باعين ضميرهم باعين وطنهم، يعني حتى شرف ما عندهم هم. يعني احنا ما جاي نشوف ليش العالم ها خطية تزرع وعلى ما يوصل الموسم، يعني هذا جاي يعني يوم على يوم يترجى الموسم، انت تجي تحرق ليش؟ مو هذا بلادك؟ ما تخاف من الله؟ ما عمي ما تخافون من الله؟ ما تستحون؟ ما تخجلون؟ يعني تظلون على يعني تظلون على الهيمنه هاي؟ يعني شلون اجبال قلت لكم ايران تطبخ؟ عمي اشياء السودان انت ما تشوف، لا تخلي امنيات، لا كل شيء ماكو، انت
جات تحديدة عن الطنطال لا موازنة كل شيء ماكو. انت تلفتوا عمي تلفتوا العراق تلاف كل الإيران هاي إيران وإسرائيل وأمريكا كافي كفى 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 والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو عمر من الناصرية كان معنا. نذهب إلى ملف آخر وموضوع آخر حيث تداول عراقيون وسائقو شاحنات على منصات التواصل الاجتماعي بعض المقاطع المصورة والتي تظهر عمليات الابتزاز والإتاوات التي تمارسها بعض السيطرات والدوريات في منطقة الرشاد في العاصمة بغداد، حيث أظهر مقطع متداول لصاحب مرآب لوقوف السيارات يتعرض لابتزاز بشكل علني من قبل ما قيل بأنه ضابط في الاستخبارات وضابط آخر في الشرطة في المنطقة يطلبون منه مبالغ مالية. دعونا نتابع هذه الصور. يعني نص شهر هسه سيدي 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 هسه بخدمتك انا. انت تريد من عندي بخدمتك تتعلم بالاستخبارات تفاهم انت ويا وانا اعطيك. اريد من عندي 200 مو امر فوج مال الاتحاديه مو على الاتحاديه جاي استخبارات مال المركز شنت غربة أخذوني خلونا كفيك الله اللي واسطات وغابروهم من الداخلية يلا عافوني غربة أخذوني ها لا 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 بيت ولا إرادة ومالاتهم ويلا قلت أنا ما أطيق قلت يستيقي تنطل أبو الاتحادية روح أنت فاهم أنت أبو الاتحادية وأنا أطيق قال جيب لي أبو الاتحادية وأنا عوفك تعالوا ياي وروح أنا ياكل المركز قل لي عم هذا الشخص عوفه وأنا أطيق يعني حاول عينك الله الله شيلين قالوا لي سيستم سوي ياكم ابو المسلم هسه هو يكون يطلع هم الجراج هم هسه تعوم انا ما اريد انا ما هو الجراج تعبان انا ابن عم هو يطلب بالشكاوى على الوزير والله بس اقول انا عيب ما يسوي لنا 200000 سلفه وياك انت نقلت الله وياك بعدين ما جايني سوي لنا مقابله خلي عقيد في المقابله الوزير وين اطلع حسين العالم مني يسوي يطلبهم على الشكاوى. نبقى مع عمليات ابتزاز سائقي الشاحنات ونذهب إلى التأميم وبالتحديد في منطقة داقوق وتازة، حيث احتج العديد من سواقي الشاحنات على عدم السماح لهم بالمرور من فوق جسر داقوق وذلك بحجة عدم تحمله، بينما يقول سائقو الشاحنات بأنه نفس السيطرة تقوم بالسماح لمن يقوم بدفع مبلغ 50,000 دينار إليهم ويسمحون لسائقي الشاحنة بالمرور وإن كان يحمل أوزانا وحمولة ثقيلة بحسب ما قاله بعض سائقي الشاحنات. دعونا نتابع. هاي ولد الله يسعدك حبيبي. شنو السالفة ليش؟ أتلون الله وكيلك حرامية من هم تازية من هم سطر التازية ويما جزء نقلنها مرة رقم 50,000 على أهل اللوريات على أهل اللوريات سطر التازية 50,000 نمبر هاي هسه بسيطرة التازية وهذا الوضع أهل اللوريات محتاجين على السيطرات. تفاعل عراقيون كثر مع هذه الصور ومنهم من علق وقال كرعد الحسين يقول أدري أنت المقدم مو عندك راتب يكافي الناس وين تريد توصل. يقول حسين التميمي مو جديدة كل القواطع هيج بدون استثناء. أما أمير الكعبي فيقول حاميها حراميها أعتقد كل القادة الأمنيين متفقين على السرقة وكل القواطع اللي بيها مصلحة مثل الشركات المعامل لازم تدفع ويوم المظلوم على الظالم أشد. يحيى يقول ورب الكعبة كل الشرطة الاتحادية هيك يقول هو يحيى أقصد الضباط والمفتشية والاستخبارات كل واحد تارس حلق الثاني والوزير يريد منهم رب الكعبة لو عندي القدرة أصور لا يشيب راسكم من الكوارث اللي تصير بالاتحادية كما يقول يحيى. نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
ما موقف الإسلام من قضية الحزبية وتشكيل الأحزاب؟ ما البيئة السياسية والمجتمعية التي تؤمن ممارسة سياسية منسجمة مع مقاصد الشريعة؟ كيف يوفق بين ظاهرة الأحزاب المختلفة وغاية الإسلام في توحيد الأمة وجمعها؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان الحزبية والإسلام. أهلاً بكم من جديد. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، أرحب بك معنا أبو عمر. قبل الفاصل عرضنا بعض المقاطع اللي تبين ابتزاز وأخذ الأتاوات من قبل سائقي الشاحنات في بعض السيطرات الحكومية. لماذا لا يوضع حد لهذه الظاهرة برأيك؟ مرحباً بك. بالبداية حياك الله أستاذ عمر المحترم، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذ عمر. إحنا نعرف أنه هسه اللي كل من يخدم بالدولة من رئيس وزراء ومن مسؤولين والجهاز الأمن وكل ما يتحمل، يعني أنه هاي الحكومة الفاسدة اللي من 2003 لحد الآن الكل يعني نعرف فيهم ناس حرامية وناس يعني مرتشين وناس ما يهم مصلحة الشعب وما يهمهم أنه البلد يتقدم، ما يهمهم سمعتهم وما يهمهم أي شيء اللي قاعد يصير بالمواطن العراقي، سوى أني يعني يأخذون من عدة الهتاوى أو الرشاوي أو كل هاي الأمور اللي تستخدمها العناصر المسؤولة اللي بالدولة. فللأسف إحنا لو كان عندنا نزاهة، حتى النزاهة اللي موجودة عندنا المسؤول فيها هم نفس الوقت أيضا يأخذون يعني رشوات من قبل أن بعض يعني 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 نقدر نقول يعني من يكشفون أكو حقائق أو أكو سرقات اللي بالوزارات اللي عندنا موجودة، فمن يكون كشف إلها فتحاول أنه مسؤولين اللي يغطون النظر وتقديم لهم الرشوة وتقديم لهم أي شيء يريدونه، مجرد إسكات القضية مجرد أن يسكتون الأمر اللي هم أن يفضعون به. فكيف عندنا أنه لا عندنا نزاهة ولا عندنا قضاة عراقيين أنه كفؤين يعني حاسبون كل فاسد وكل مرتشي من رئيس وزراء وحد المنتسبين الأمن؟ محترماتي إلى منتسبين اللي بعضهم اللي يقومون عن هتاوات من الناس البسطاء من أجل أن يكون مبالغ أنه يأخذوها حرام وإجبارا على مواطنين ناس عزل، يعني يفوتون شاحناتهم أو عندهم لوريات أو عندهم يعني بضائع ينقلوها من هالمكان هالمكان هذا إلا تقديم أنه يعني رشاوي يعني على وزن السيارة أو ما تحمل به السائق اللي سائق العربة، يأخذون من عدة مبالغ وهاي المبالغ تروح إلى ضباطهم إلى قادتهم. نفس الحالات اللي نشوفها في مديرية المرور العامة ونفس الحالات اللي نشوفها في وزارة الصحة. أضف إلى ذلك الازدحامات اللي بالسيطرات، حتى الازدحامات أستاذ عمر اللي قاعد نشوفها اللي فيهم هم أنه تأخر الناس سلب يعني الوضع. أقصد الشاحنات الكبيرة دعت
تغلق في كثير من الأحيان السيطرات وما يقدر أبو السيارة الصغيرة السيارة المدنية ما تقدر تمر إلا بعد يعني وقت طويل. أكيد أستاذ إحنا لا. نشوفها يعني أكثر المناطق إذا كان بدياله وإذا كان بالرمادي نشوف يعني طوابير من الشاحنات اللي متوقفة والسبب إنه يأخذون هتاوات من عندهم ويبقوهم يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام لحين ما يأخذون من عندهم هذه المبالغ. طيب إنه وزارة الداخلية من يحمل إنه هذا المرسوم الجمهوري إنه أن يحمي العراق ويحمي الشرف ويحمي العروب، هذا ليس من واجبه أن يكون إلى حماية هذول الناس المفسدين اللي موجودين بالسيطرة، حمايته أن يكون للمواطن لأنه هو مواطن كاسب، مواطن يعني يحمل بدور يومية، وإذا كان سايق وإذا كان أموره يعني نقدر نقول يعني اللي هو جايبه من أتعابه، فكيف أنه يأخذون راتب يعني عنده راتب المنتسب والضابط عنده منتسب، كيف يأخذون هاي الهتاوات إلى مبالغ من ورقة إلى ورقتين أو 50,000 حسب يعني نظريتهم للسائق حسب البضاعة. فإذا كانت البضاعة عندهم فاسدة وبضاعة غير صالحة يأخذون هتاوات من عندهم بدون أن يفحصون هذه السيارة، بدون هاي السيارة المن عادة. شلون نقدر نفسر استمرار هاي الحالة؟ يعني شنو غياب المحاسبة؟ الراتب قليل وشنو؟ أستاذ هذا نقدر نقول صار مرض بهم يعني كلهم من رئيس وزراء. إحنا نعرف أن النور اللي طلعه رئيس الوزراء اللي شافه قبل فتره سرق اكثر من مبالغ يعني 123 تريليون او مليار، فكيف انه يعني برأته الدوله محمد شياع السوداني برأته والاموال اللي حزت على نفس القضاه اللي ايضا نفس الوقت يعني رفعوا الحجز عنه، فاستدرج من هيك حكومه من هيك ناس نور زهير العفو استاذ، فكيف استدرج من هيك حكومه يعني تبرئ الفاسد تبرئ السارق من هاي الامور اللي قاعد تصير؟ فماكو عندنا عتاب اذا كان ضابط اذا منتسب اذا هم كان كبيرهم انه برؤوه، فاشتدرج من هذول الناس الصغار اللي هم بالسلطه فكلهم سارقين وماكو اي قانون يردهم. عمر من بغداد كان معنا. نذهب الى الهاشتاج حق الخريج مسلوب، حق الخريج مسلوب، مطالبات عبر هذا الوسم بتوفير وظائف للخريجين، وطالب في العراق آلاف الخريجين بتوفير وظائف وفسح المجال لهم للعمل، ووصل الحال حتى العشر الأوائل لم يتم توظيفهم كالسابق باعتبار لهم الأولوية ويكون تعيينهم مركزي. دعونا نتابع بعض التغريدات تحت هذا الوسم. يقول حيدر: حق الخريج مسلوب، إلى متى نبقى نطالب بأبسط حقوقنا في بلدي؟ أما شمرية أو سمراء الشمرية تقول: إلى متى تبقى حقوقنا مسلوبة؟ تقول الريتين. أما نجمة فتقول: أنصفوا الخريجين التربويين والإداريين في بغداد في موازنة 2023. مجد تقول: حق الخريج مسلوب، سيارة رئيس الوزراء إلى كل نائب غيور على العراق وعلى أهله مرت 3 سنوات على اعتصامنا وتظاهراتنا في الشوارع مطالبين بأبسط الحقوق، عقد على وزارة التربية العراقية ولم نجد من يقوم بإنصافنا وينصف شريحتنا ومن يقف مع الخريجين طوال الحكومات السابقة. نعم. حول حرائق الحنطة والشعير التي تتكرر كل عام في العراق وخاصة مع موسم الحصاد، أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الانفوغرافيك التالي حول هذا الموضوع، فلنتابع.
نعم، معنا أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية، أرحب بك معنا أبو مالك. نفس التساؤل الذي ختم فيه التقرير، من المستفيد من ضرب الأمن الغذائي العراقي مع تكرار مسلسل حرق الحنطة والشعير، محاصيل الحنطة والشعير في كل عام؟ مرحبا بك. استثمر هاي الحرائق مفتعلة تقوم بها. احنا عاصرنا انظرة من زمن نور السعيد الى ان وصلت هاي الوجوه الطبيعة تتابع شيران. ليش ما تحصل هاي الحرائق؟ ليش ماكو حرائق قبل؟ هاي حرائق مفتعلة تقوم بها ميليشيات تابعة للأحزاب الإيرانية، الأحزاب السياسية التابعة لإيران. نعم. لسببين، السبب الأول حتى يسمحون لإيران بمتابعة التصدير مواد غذائية للعراق، واثنين حتى يسألون على هاي الأراضي التابعة للمواطنين الخفية. ليش قبل ما تحصل هاي؟ هاي 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 وجوه قبيحة موالية تقول إيران. وأنت حضرتك تتذكر تصريح قيس الخزعلي عبر الإعلام من قال الله سبحانه عز وجل خلق الديول لست العورة، يعني هم معترفين بنفسهم هم عورة، عورة الله جابهم على هذا البلد. ناس حرامية، سراق، ديول. احنا نقول بلكي يعني الدول ينقذ هذا الشعب العراقي. الدول ابو مالك يعني الفقير منها والغني يحاول تأمين المحاصيل الزراعية، تأمين الزراعات الأخرى، الارتقاء بالأمن الغذائي لبلده. لماذا في العراق الأمر مختلف؟ يعني إحنا عندنا أكثر من مشاكل. إذا تحدثنا على موضوع الزراعة يعني فقط موضوع الجفاف هو بحد ذاته قاتل للزراعة. نعم. الدول اللي تقصد عليها أستاذ عمر هاي الدول لديها قادة شرفاء ومناع على بلدهم على وطنهم. مو مثل السياسيين اللي عندنا عبارة عن ديول تابعين لإيران. انت شايف لك واحد يخدم دولة ثانية يكون عنده منفعة البلد او الشعب؟ مستحيل. والدليل هذا العمري ولا من كان يحارب مو مع الجيش الإيراني. نعم. اي وجوه يعني الله سبحانه عز وجل بلى بها الشعب العراقي البلاء. نندعي من الله يوم إن شاء الله يخلصنا من عندهم. وأنا أشكرك أستاذ عمر. شكرا أبو مالك من أمريكا كان معنا. طبعا اليوم كذلك نذكر قبل الختام بأنه منظمة Human Rights Watch تحدثت في تقرير لها عما وصفته بعمليات القتل الجماعي التي يتعرض لها العراقيون جراء انبعاثات الغاز والمحروقات من حقول العراق النفطية في المحافظات الجنوبية. قالت المنظمة بأن هذه الانبعاثات المصاحبة لاستخراج النفط والتي تحتوي على مادة البنزين السامة تسببت من انتشار مرض السرطان في المحافظات الجنوبية وخصوصا في محافظة البصرة. وأوضحت المنظمة بأن العراق بات الدولة الأولى في العالم بنسب انبعاثات الغاز السام. تقرير المنظمة يأتي على خلفية تحقيق لشبكة بي بي سي البريطانية الذي أشار إلى أن الكثير من مواطني جنوب العراق ينتظرون الموت لا سامح الله نتيجة استمرار الانبعاثات السامة المصاحبة لاستخراج النفط. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.